الأحباب مشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وسعداء جدا نلتقيكم في حوار والسمر استثنائي نبحث فيه في عبقرية وشفافية فنان سكن كل ولدان سوداني وقدم الكثير من الأعمال التي تجلت روعة على مستوى مضمونها الشعري وكذلك على مستوى جملها الموسيقية. في بيت سوداني عادي جدا بحي الخرطوم جنوب، تحديدا في السجانة، وأهم ما يميز هذا البيت وجود تلك الجهنمية متوهجة الألوان. تحت ظلالها الوارفة توسد قثارته وراح يعمل أوتاره ليزكي بها وجدان الشعب السوداني عبر مجموعة من الأعمال الرائعة الخالدة التي استطاعت أن تصمت حتى الآن وتطرب كل الأجيال. ومن روعة ذلك تلك الألحان اتهم صاحبها وأشيع أن حورية من الجن ربما تهديه هذا الجمال. سعداء جدا نحن أن نلتقي عبر شاشة الأزرق الدفاق بالعبقري الموسيقار الفنان الأستاذ عثمان حسين. شكرا لك وشكرا على المقدمة الجميلة دي واللي شرحت فيها السجانة اللي الجهنمية ما زالت وارفة احتضنتنا ولغاية دلوقتي يعني مزدهرة كده. شكرا لكم. الله يخليك. سعداء جدا أن نلتقي بعبقري آخر موسيقي ربما من قبيل الصدفة، أيضا شارك عثمان حسين اسم الوالد أيضا وشاركه أيضا الانتماء إلى عالم الموسيقى الجميل الدكتور الفاتح حسين. سعداء جدا ومرحب بك في هذا اللقاء. ألف مرحب وتحية لكم والتحية لكل مشاهدي قناة النيل الأزرق أو أهل السودان كافة. عزيز المشاهد، في هذا اللقاء اخترنا سداسية من الأعمال الجميلة، وكما ذكرت أن أعمال عثمان حسين خالدة وصامدة وتواكب كل الأجيال. قام بتوزيعها الموسيقار الفاتح حسين كموسيقى بحتة سنستمع إليها، وفي هذه السداسية سنحلق بين حيرة الفراش ولهفة الوعد المحبوب في أوعديني ونداء الحب أيضا في بحبك، ونؤوب ونقول إلى المصير أيضا، وأيضا نتسامح مع الحبيب في مسامحك يا حبيبي، وأيضا ربما نضطر لقول كلمة لالا في ناس لالا. هذه الأعمال الستة سنقوم بتناولها وتحليلها مع ضيوفنا الأعزاء من خلال هذه الحلقة كموسيقى فقط، لنتحسس ونسبر أغوار ذلك الجمال وتلك العبقرية اللحنية للأستاذ الفنان عثمان حسين. دعنا نبدأ بحيرة الفراش. سهلا. يمكن هي العمل أدى البطاقة الرسمية للناس تعرف عثمان حسين وسجلت في الإذاعة وعرفت به. حيرة الفراش يعني يمكن من أوائل الأغاني اللي أنا يعني بحبها جداً وبعتز إنه قدرت يعني تصهر أعمالي اللي ظهرت قبلها، لكن كانت ممكن بيفتكروها نقطة تحول في يعني كنت أسألك يعني هذه القنبلة، شخص في بداياته يصهر بهذه الجرأة ويعمل محاولات للتحديث في الموسيقى نفسها لأفكار جديدة، هل كنت حاسس هذه مغامرة ولا كنت واثق من أنه بالفعل هذا العمل سيحدث نقلة كما اعتبره النقاد الموسيقيين أنه أحدث نقلة في تاريخ التلحين الموسيقي السوداني؟ والله يعني بكل يعني تقييم للأعمال اللي قدمتها وكذا دائما بترك هذه الأعمال للمتلقي، وفي نفس الوقت في الفترة ذيك برضو في مستمعين واعين جدا بيقيموا أعمالك الفنية عن طريق الرسائل اللي كانت بتجي لمطلوب المستمعون، وكانت من الأغاني اللي بتذاع فيما يطلب المستمعون يعني يمكن أسبوعيا، فلذلك شعرت على إنه أغنية نجحت ويمكن أدت الثقة في نفسي وبديت أتجه نحو هذه الأغنية. خططت لها لحنيا كيف أستاذ عثمان؟ ما بين الكلام ذاته وما بين العنوان الجاذب ذاته الفراش الحائر، وقد تكون دي مفردة ذاته وتعبير جديد يعني. نعم. دائما اللحن التمتم أو لحن الفالس اللي هو يمكن الإيقاع بتاع الفالس ممكن تشتق منه الإيقاع بتاع التمتم.
فده يمكن أكثر الإيقاعات محبوبة عند الشعب السوداني. الإيقاعات اللي يمكن لها وقع خاص عند المستمع. فأنا يعني أو يمكن النص الشعري أو حاليا أخذ الإيقاع بذاته ويكون هو أساس اللحن اللي وضعته للفراشة الحائر. الدكتور الفاتح يعني قبال ما تتعامل مع الفراشة الحائر بتوزيع الآن و الموسيقى تطورت طبعا ودخلت آلات والتقنيات نفسها تطورت، يعني كيف نظرت لهذا اللحن كجمل موسيقية كشكل لحني وقارنته بوقته؟ يعني إذا حبينا أنك نرجعك لازم تتكلم في وقته أنه يطلع لحن زي الفراش الحائر بهذه المقدمة اللي فيها حوار مدهش وكأنما الفراش هذا يحلق حائرا يعني بالفعل. يعني إحنا تربينا على أو عشنا على الغنى بتاع الأستاذ عثمان حسين ويعني ربنا يديه الصحة والعافية. الفراش الحائر يعني سواء بالتوزيع الهسي انا قمت به وانا في غرفه توزيع بسيط انا ما بذلت في مجهود كبير لسبب واحد بس في انه انا يعني لانه دي اغاني رسخت في وجدان الشعب السوداني. انا افتكر كانت اي ضغط اي توزيع اكثر من عملته انا ربما المتلقي او معجب بعثمان حسين ينظر المزرعه بنظره ثانيه ويكون يا هو نظره بتاعت يعتبرها تشويه للعمل اللي هو اصلا هو في داخل وجدانه. لكن الفراش الحائر يعني قبل التوزيع او ما بعد التوزيع يعني العبقرية بتاعت عثمان حسين هي في مزرعة التصوير الموسيقي. يعني هو قدر يصور الفراش يعني الواحد يسمع الموسيقى بتخيل أنه فعلا في فراشة هي طايرة وسط الزهور كده وعايزة تشوف رحيق بتاع عيزار وكده. فالدليل على ذلك الصوت بتاع الفلوت في الأول يعني تارارارارارارا دي بتديك الإحساس بأنه أيوه يعني استخدام الفلوت نفسه يعني نعم وده بفتكر أنه ذاته كان يعني في فترة عثمان حسين ده كان يعني افتكر قفزة كبيرة جدا جدا في مجال التأليف. الموسيقى التصويرية أو الموسيقى اللي احنا بنصورها دي من أصعب أنواع التأليف الموسيقي. ليه؟ لأن يعني أنت بتحاول تحاكي حاجة، تحاكي حاجة في الطبيعة، حاجة حولك، ما زي الفنان لما يقعد براه بخياله أو تدي إحساس قريب ليه. لكن أنت قاعد تصور فراشة طائرة، خير أنك تعمل لها موسيقى كيف؟ فده أنت اللي بتقول عنه الأستاذ الحمد لله يعني يعني عبارته كانت في وقتها يعني عالية ولا زالت وأصبحت يعني فنجان الشعب السوداني. اللفت انتباهي لها بالتحديد زي ما ذكرت لك مسألة الحوار ما بين الفلوت ومرة الطرومبة في التسجيل القديم يعني ومرة العود تخيل لي وبعد ذاك يعني في كل مرة الآلة بتقول جملة معينة والأوركسترا بتقوم ترد. ده بيدي إحساس بالتجديد كأنما هذه الفراشة منتقلة من حديقة إلى حديقة إذا صورنا الآلات دي عبارة عن حدائق يعني. يعني تين دي انا بالنسبه لي كانما الفراش يعني اللحظات الاولى هو بيتاهب للطيران تي دي فعلا بتديك وتغير الاله في كل مره تغير الاله مع تغيير المكان. نعم يعني انتقلنا من حديقه الى حديقه اخرى. نعم. ولا زالت الفراشه هي تسبح في الهواء يعني. يعني احنا اشتقنا نشوف رحله الفراش الحائر وهو يحلق بين حديقه وحديقه. مع المشاهدين برضو بكون اشتاق ونسمع المقطوعة كاملة وبعد ذاك إذا عندنا إضافات أو أستاذ عثمان عنده أي ملاحظات أو حاشية حولها نتابع الحوار. خليكم معنا إلى الفراش الحائر وهي من كلمات الشاعر قرش محمد حسن. تفضلوا. Thank you.
يعني يا للروعة ولا يا للجمال، يعني لحن ما في كلام. أنا يمكن نحن بنتكلم عن توظيف الفلوت قبيل والحوار بين الآلات وتجسيد فكرة الفراش نفسه، والتعبير الجميل اللي قاله الأستاذ الفاتح إنه تخيل المزألة كأنما الفكرة انتقالة من حديقة لحديقة. كيف قدرت توظف الآلات باعتبار إنه كل الآلات في فترتكم دي كانت تعتبر وافدة للسودان، والفنانين تبعروا في استخدام منه بيختار هذه الآلة، وكل الناس يفتكروا إنها آلات غربية قد يصعب دوزنتها على اللحن السوداني وهكذا. كيف أنت قدرت تصل لأن الفلوت هو المناسب هنا؟ يعني أنا استمحت كثير الحقيقة. أنا كنت أحب الموسيقى الكلاسيكية خالص، وكان عندي راديو جرام وما كان عندي شغلانة غير إني أسمع، فكنت بستمع لحاجات سيمفونية، لا ناس تشايكوفسكي وبيتهوفن موزارت حلاق إشبيلية مش عارف، يعني في حاجات استفدت منها يعني. صحيح حب على قد ما أقول لك، يعني حبي لعبد الوهاب كان أكثر، لأن عبد الوهاب يعني أتقى حاجة دي في الأغنية العربية، أو يمكن طلع من الإيثار بتاع الضيق إلى المستوى الراقي اللي وصلت الأغنية المصرية، وانتشرت فكرة الوهاب انتشرت وبقى طبعا رجل عالم وكذا. وأنا كنت يعني من الأشياء اللي دفعتني عشان أنا أحاول أتمسك بهذا التجديد، رغم على إنه ممكن يعوغني في طبعا في رسائل الفن وكذا، لكن ما أنسى إطلاقا في عاشق الروح في غزل البنات، وكان بيعمل بروبة لأغنية عاشق الروح في منزل عميد الفن العربي اللي هو الممثل الكبير اسمه ايه بتتذكروا يا فاتح، الممثل موجود الغالي على قدر كيف موجود على اي حال. انا يعني تاثرت بهذه الاعمال الفنيه الجميله، وبالذات لما انتقل عبد الوهاب لام كلثوم وعمل انت عمري وسهرت لها لغايه الساعه 5 صباحا، ودي اشياء ما انساها اطلاقا. فكان كله كان تفكيري محصل في انه انا احاول اجيب حاجه جديده في الموضوع. يعني بتستمتع كنت متابع للحركه الفنيه للالحان المقطوعات الحركه الفنيه، واحب الموسيقى الكلاسيكيه، وقدرت يعني يمكن في غالبيه الحاني يمكن عملت فيها اشياء يعني. فالواحد بيحمد ربنا. وبعدين العيدين اللي عندها قصة بقى في أغنية الدكتور، احنا خاشين على العيدين طبعا دكتور زين عباس، زين عباس عمار كان في فكرة بتاعت سكتش، عملنا سكتش سينمائي وكان اللي اتفقوا معي فيه ناس ليكوس سينما ليكوس وكنا عملنا ودعتك ودعني بالكاميرا القديمة الزمان دي بتاعت الملاي. نعم. والشريط ده نجح، فاتفق معي ان احنا نعمل لا وحبك ونعمل معاه اغنيه خفيفه عشان تكون فيها رقصه. فكلمت الدكتور زين راي صديقي وكذا، فقلت له يا اخي عايزين اغنيه خفيفه، قال دي لحن كذا 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 عايز اغنيه خفيفه. نعم. فقام عامل ايه اوعدني، فكانت بالنسبه للشريط الشريط طبعا اسمه لا وحبك، في يعني سينمائي كده في انه احدى الفتيات الرقبه العربيه وبتستمع لعثمان حسين من المسرح القومي، وهي رقبه عربيه كاشفه وطلعت من شارع القصر ولفت جاء تراجع، وكان يعني فيديو كليب يعني بلغه العصر يعني عملنا يعني فكره بدائيه، لكن يعني مش الشريط مش كويس جدا. وكنت بحلم انه يوم من الايام اكون بطل فيلم غنائي وكده، لكن الواحد يمكن العين بصيرة والإيد قصيرة. أنت بطل السفيه في وداننا وفي قلوبنا، ما زلت بطل. الله يخليك. يعني ما كنت محتاج كثير. لا. أستاذ الفاتح يلا وعديني دي بقى، يعني بالفعل دي العبقرية. شوف لاحظ، خلينا نحاول نخلد ذهننا الفراش الحاير بهذا الهدوء بهذه الحدوتة، رحلته وهو بحلق. وأوعديني فكرة الوعد نفسه وقطع الوعد واقتلاعه، وشوف اللحن بقى بعده. اللحن
اسم هنا بالكلام مختصر اسمه حسين. يعني انا بفتكر هو الراجل موسيقي قبل ما يكون مطرب، يعني بيعرف كيف يعني يطوع اللحن او يالف لحن في كيف يتناسب مع القصيده او مع الكلمه او مع الشعر. يمكن دي الحان كثيره جدا جدا في السودان ضاعت بسبب انه تلقى القصيده جميله جدا جدا ككلمات، لكن اللحن لما يتخطى عليها ضيعها او ضيع معانيها. فلابد الملحن اللي بيمتلك الخيال الواسع هو لما يقرا القصيده في الاول ما ممكن يلحنها من اول مره، لابد انه يقرا القصيده كذا مره ويهضمها ويفهم القصه بتاعت القصيده شنو اصلا، حتى بعد ذاك نفتكر اللحن هو براه بيجي، الخيال بيجي براه بيتولد من خلال الكلمه. انا بفتكر انه استاذ عثمان يعني هو اتوفق في كل اعماله، كل ما نمسك لحن نلقاه اللحن ده فعلا مطابق لنوع الشعر او الكلمه. غير كده الجمل الموسيقيه اللي بتكون اللحن ذاته بتحس انه هي جمله موسيقيه، يعني بمعنى انه انا موسيقي، انا قصدي ممكن تتعزف بالاله، يعني بدل هو يغنيها انا ممكن اعزفها بالاله. يعني التركيب بتاع الجمل اللحنيه مظبوط جدا جدا من ناحيه التاليف، يعني يعني بالرغم انه انا افتكر يعني جيل عثمان حسين وما قبله وما بعده هم دول اشكلوا الشعب السوداني في مساله الموسيقى، لانه اصلا الغناء كان موجود من زمن الحقيبه، لكن لما ظهور الالات في الثلاثينات وظهور اوركسترا مدرمان بتاعت الاذاعه وبعد ذاك ظهور نص الكاشف والمقدمات الموسيقيه، ده كان كله تطور في مجال الموسيقى وفي شكل الاداء الموسيقي. فانا افتكر هم يعني عملوا نقله كبيره جدا جدا في شكل التاليف الموسيقي بالتحديد، اصبحت الالحان غير رتيبه في الفتره دي، واصبحت الجمل الموسيقيه فعلا بتعبر عن الكلمه. ممكن ده سر نجاح كل او معظم الاعمال للاستاذ عثمان حسين. يعني استاذ عثمان يمكن الدكتور فاتح طرق نقطه مهمه اللي هي، ودي بقاعد لحد الان بدور فيها جدل، في انه الآلة مصاحبة ولا في جملة موسيقية بين الكلام. أستاذ دكتور الفاتح يعني يمكن نبهنا لنقطة مهمة جدا اللي هي في أنه حتى الكلام ممكن يتعزف بالآلة، ودي مقدرة ما سهلة، يعني كثير من الألحان بيكون الجزء الخاص المولدي ده هو مولدي بعد ذاك، عشان آلة تعزف الكلام اللي بيقوله الفنان ذاته أو الشعر قد يكون في ناس كتار بيفكروا فيه أنه ده موضوع، فده معناه في فكره لحنيه حتى الكلام داخل فيها. يا ريت لو كلمت عن الجانب ده بالذات في اوعديني، يعني بتبدا بهذا الصخب والخفه وتجي وين يعني تحس انه التفكير كامل حصل في ان احنا نجيب ايقاع سريع شويه عشان نقدر ننفذ الفكره بتاعت السكتش اللي هو لا احبك وكده. وفتشت الايقاعات كلها لقيت يمكن اكثر ايقاع بيمشي في حته الرومبا. وبعدين جبنا معايا الاخ دكتور الزين كان راي صغير كده، فجي الزين طبعا رجل شاعر من الشعراء المميزين، يعني عمل الفكره بتاعت خطط كده وعمل الحته دي بتاعت المطلع وبنى عليها، وكانت فكره جميله حتى فيها زغروده. يعني لو لاحظت الاغنيه في التسجيل تسجيل الاذاعه مشاعر زغرده، كان في الاول عملناها بكمانجا لانه ما لقينا بيت حتى تزغرد وكذا، فاضطرينا جبنا احد الاخوان من العازفين القدام اتذكر منه كان، فعمل لنا زغرده بالكمانجا واخيرا نفذناها اخيرا بصوت كورس. فكانت دي الفكره، يعني كانت مبنيه على انه احنا عايزين حاجه تكون فيها حركه، لان كانت في السكتش ذاته كان في رقصه، في شابه بترقص ومعها شاب، واظن السكتش ده مش موجود في السينما، هو ومعه برضه الطيبه وفي يعني عندي اشياء كثيره احتفظوها في السينما. زين احنا برضه مشتاقين للزغروده ومشتاقين لأوعديني، نسمعها ونرجع للدكتور فتحي عشان نشوف هو عمل شنو في التوزيع الجديد.
مرحبا بكم مجددا، لازلنا مع عبقرية عثمان حسين وعذوبة ألحان، ودي كانت وعودين دكتور الفاتح بيقول شنو عنا وعودين، والآن إحنا شفنا الكمنجة زغردت الثاني. نعم مش المشاعر والكمنجة زغردت. طبعا ده جزء من التصوير، يعني تصوير لحاجة. أفتكر الزغرودة معروفة في التراث حقنا السوداني، معروف معناه فرح وكده. يعني يمكن أنا واجهتني صعوبة كان معينة في الشغل ده بالتحديد. كويس، ما في في الشغل كله افتكر. ليه؟ بعد انا ما وزعت الشغل وكتبته قلت لك بالطريقه البسيطه حتى انه يستوعب لاي شخص مستمع، يعني كان في فكره كيف انا اقسم الالات دي وانا هي تغني الاغنيه، لانه انا ما ادري اله واحده يعني تقوم تغني كل الاغنيه، بمعنى انا هي تكون هي محل الاستاذ عثمان حسين وتغني، لابد يكون في تنويع عشان ما نحس بالرتابه. فبقيت بعد ذاك اي اله كمان عندها طبيعه صوت، يعني الجيتار طبيعه صوت وطريقه عزفه بتختلف من الكمانجه، الاورجن اصوات الكترونيه بيختلف من باقي الالات الثانيه مثلا الفلوت. فكانت دي مشكله يمكن بعد ذاك انا في بعض الحاجات انا ثبتها، يعني اخوان المحل ده جيتار في البروف يعني، والمحل ممكن تكون كمانجه. في حتات غلبتني، قعدت مع بعض الفرقه هم كلهم اصحاب واصدقاء، يعني انا اخوان والله الموضوع ده غلبني، انتوا كده فكروا معي، فانه الكوبلة ده تاديته اله وتكون مناسبه، لانه برضه احنا كنا مصطحب معانا الشعر اللي بنلقاه في المحل دي شنو، يعني ما اي حته انا ادخل فيها اي اله، لا الشعر ذاته وانا بديه الاله ممكن تكون قريبه او تعبر، يعني دائما اصوات الفلوت بديني صوت بالدفء، الصوت بالحنين، الاصوات حقت الجيتار فيها نفس الاحساس، الاحساس العميق بتاع الصوت الصادر. الكمانجه طبعا بيقول لك اكثر الاصوات بتاع الالات القريبه لاصوات البشر او المعبره اكثر هي اله الشلو واله الكمان. فمن منطلق ابتديت انا افكر في شكل الالات يمشي كيف، وبرضه يرجع الفضل على الفرقه اللي هم برضه احنا فكرنا تجريدا جدا، وكنت باستمرار بقول لهم يا اخواننا احنا الاعمال اللي بنعمل فيها دي ما عشان انا وزعتها، دي اعمال حقت الشعب السوداني، اي خطا فيها واي يعني مساله بتاعت يعني نحاول يعني نتعالى على الناس بانه التكنيكيه بتاع الاله، الكلام يكون عنده مردود بعدين ما كويس، والغنى ده كله كمان مجمل الاحساس مثلا في اوعديني احساس فرايحك، احساس فرايحك وبالتالي برضو اي اله ممكن كده، والراي المنتظر حبيبته عشان نلاقيها. فانت كيف تعبر عن الموضوع مثلا كانت صعبه جدا شكلها نطلع منه نخش له بحبك بحبك برضه بحبك محجوب سراج بقى برضه واحده من الاعمال الجميله برضه كان فيها فكره لحنيه واضح انها عبقريه برضه نشوف انت ذكرياتك وتداعياتك عن فترتها وتلحينها وكيف انت فكرتك تجاهها كانت شنو للتعامل مع نص زي ده يعني والله هو يمكن اغنيه احبك المطلع الاولاني يعني كلمة أحبك أحبك لما لا نهاية يمكن أكثر قبل ما أقرأ الأغنية كلها قريت الجزء الفوق دي أنا حسيت عليه إن الأغنية دي فيها حاجة فيعني المطلع دي أوحى لي إنه لازم يكون اللحن ده يكون كيف أنا ذاتي معايا بيجا كيف أنا معايا فيعني الواحد أحيانا بتنفذ ألحان وتصل للمتلقي وما بتعرف وصلت كيف لأي صورة تجي تجيب الفرقة بتاعتك وتقعد بعد شوية تجي تلقى اللحن بتاعك ذات اختبر في عقلك تجي تقعد مع الفرقة تجيب أفكارك وتجي تنفذ مع الفرقة تنفذ الفكرة فكرة الحمس في اللحن ده وصلت لك يا فارس عثمان يعني جاية معاه يعني عارف دي كلمة ناعمة وكده أنت طوال بتتخيل إنه كان يعني الفكرة ذاتها واقع يعني كلام ودي وبالراحة وفيه ما في صخب ما بتحس إنها هي بتعمل لك حاجة يعني بتحس إنها واقع مع الموضوع الكلام ده كان جميل يعني لما لا نهايه يعني تشعر انه كلام جديد وفي الفتره ذيك يعني الاغاني ذاتها كانت يعني كان مثل عبد الدور كبير جدا في مشاعر الناس واجتماعاتهم وافراحهم يعني كانت تمثل يعني حاجه كبيره بالنسبه لنا وبالنسبه للمجتمع ككل لذلك الواحد يعني يمكن احساس الناس نحوك يعني وبرضه بيدفعك انك تبدع وبعدين تراجع انت تمسك الاغنيه بتراجع وده الله دي ما ممكن تكون كذا دي تكون كذا تكون كذا بتاع لغايه ما انت تقتنع على انه اللحن وصل مرحله تسحق تطلع وبدي تعمل الايقاع وصلت لك يا فينو ده المناسب واصله فعلا كان مناسب جدا فوكس يعني ويعني ممكن يمشي ايقاعات كثيره ممكن يشتقوا منه ايقاعات كثيره لكن يمكن الايقاع الجميل اللي انا بفتكره بخليك تقول الميلودي واللحن ذاته
بيمشي معاه بطريقه يعني مضبوطه وما بيخليك تطلع اطلاقا من الايقاع. يمكن الايقاع الوحيد اللي انا بفتكره الايقاعات الثابته. يعني الواحد والله ده كل شيء من ربنا، يعني الواحد ربنا وفقه انه يعمل هذه الحال ويجي بعدين يبتدي يقول والله ده طبعا كانت مداعبة من بعض الصحفيين مش عارف. يعني ده ليه جمال انه المساله دي ممكن يكون عمل بشر يعني. نعم نعم. طيب نسمع احبك لمحجوب سراج استاذنا الموسيقار عثمان حسين، ونعود لنستمع لتعليق الدكتور خالد حسين حول. Thank you.
مرحبا بكم مجددا. ودي بحبك بجمالها، بجمال كلماتها وجمال الحانه. دكتور الفاتح، انتم الان درستوا الموسيقى، والموسيقى تطورت على مستوى التقنيات، الصوت نفسه وتوظيف الاله وهكذا، وده جمال فطري وعفويه فطريه طلعت يعني مثل هذه التراكيب وهذا الذكاء في الجمل الموسيقيه وفي مناسبه الرزم والايقاع نفسه للغنى مثلا في بحبك، ممكن تقول عنها شو انتوا الان؟ طيب. زو سافرت وتعاملت مع انماط مختلفه من الموسيقى وحتى مع اجيال مختلفه الان في توزيعك لاعمال موسيقيه، والان انت تعكف او عكفت بالفعل على اعاده توزيع نسميها بشكل بفرقتك الموسيقيه اللي عندها مساهمات كبيره بانك تقدم هذه الاعمال كموسيقى بحته. انا في مساحات مهمه جدا عايز اقولها قبل ما يعني اوصف هذه الاجابه، اللي هو عمرها الدراسه ما تصنع فنان. يعني انا اساس في كليه الموسيقى والدراما، احنا ما قاعدين نصنع فنانين، بالعكس الفنان ما عنده الموهبه الكافيه لا يستطيع انه يتفهم العلوم الموسيقيه، بتكون له صعبه جدا جدا. يعني الفنان لا يصنع، انا افتكر ده حاجه حقت ربنا، الموهبه في كل شيء. انا بقول انا 90% المفروض يكون في موهبه، 10% دي العلم اللي هو بيدعم بالموهبه بتاعته، والعلم ليه؟ عشان نوريه الطريق يمشي في الطريق الصحيح حتى انه ما يقف، لانه كثير من المواهب يعني اللي ما درست قبل كده وصلوا لحد معين في العزف وما اتطوروا ثاني. ليه؟ لانه خلاص ده حدهم، ده حد الموهبه هنا ما بتزيد. العلم بيفتح كانما بطاريه انت بتولعها في الظلام يعني، ومش في مجال الموسيقى، بتقدر في كل المجالات، العلم في كل شيء. استاذ عثمان قبيل قال هو بلحن وما بعرف الالحان دي وصلت كيف للناس. انا افتكر يعني اللحن لما يكون صادق وطالع فعلا من من من, من احساس صادق بتاع الفنان ده بيصل للاذن بسرعه مبالغ فيها. ليه؟ لانه ما في يعني انا يعني حكايه الفنان اللي بيقعد يقول لك والله انا الحن اغنيه، يعني استحيل اقعد عشان الحن اغنيه. ليه؟ لان انت بدي تبقى صناعه الاغنيه، انت بديت تلحنها اساسا، انت زي ما ذكرت قبل لابد انا اتفهم الشاعر وطعمه مظبوط، اعيش اللحن بتاع، اقصد الكلمات المعنى، الشاعر قصص شنو، وبعد ذاك اللحن هو براءه تلقائيا بيجي كالهام، زي ما انت قلت للاستاذ عثمان جنيه، هي ما جنيه هو الهام بيجي للزول في لحظه. انا متاكد تماما ان الاستاذ عثمان ما قعد يوم من الايام جاب قصيده قال الحين الليله، انما الحياه تجي براءه، ممكن تتراكم قصائد كثير حوله على مدى السنين او مدى الشهور، وفي النهايه اول قصيده بتتلحن ويكون في قصيده قبالها ثلاث سنين ما تلحنت، صح؟ ليه؟ لانه بتكون دي هبشته جواه وخلته يمشي. فبالتالي يعني احنا بنفتكر الجيل الجديد هسي يعني توفرت لنا ظروف اللي هو لقينا في كليه موسيقى ومعاهد وتخصصات وبتاع وكده، لكن بيقولوا العين لا تعلى الحاجب. احنا نفتكر الجيل بتاع عثمان حسين وما سبقوا من فتره الحقيبه ولغايه الان، هم ديل زي ما ذكرت قبل هم شكلوا الخارطه الغنائيه الموسيقيه في السودان. احنا ما حنقدر نتجاوزها باي حال من الاحوال، والا حنظل مبعدين من اذن المستمع. ليه؟ احنا كموسيقيين او مطربين ما احنا بنتعامل مع المجتمع. اذا انا قدمت لهم ماده والمستمع ما تقبلها، انا افتكر اي مطرب واي موسيقي لما يقدم ماده والمستمع يتقبلها حقه يعيد النظر في الماده اللي بيقدمها دي فيها شنو، ما فيها غلط، يبقى الاحساس الصادق في كل شيء. انا احنا ليله لما نعلي الجيل بتاع عثمان حسين بنعلوه بنظره ثانيه، انه بنقول لو لا هؤلاء الجيل لما كنا احنا. يعني خير ما كان في ناس عثمان حسين، ما كان في ناس الكاشف، ما كان في اللي انطلق لغايه ناس محمد وردي وابراهيم عوض والقبليين وكده، حال الموسيقى هسه كان حيكون في شنو؟ كويس. فانا افتكر ديل الناس اعتمد على الموهبه، والموهبه هي في كل شيء، والفنان بلا موهبه هو ما فنان، وديل اعتمد على الفطره. عشان كده الحانهم جات معظمها الحان سابقه ووصل الى اذن المستمع سريع جدا جدا، بل بالعكس المستمع ممكن يشاكل فيها اذا الواحد حاول يعني زي بيقولوا شنو يتطنقع بالعلم وشنو ما هذا. عشان كده الواحد كان حذر جدا بالذات، عشان كده احنا لابدين بسؤال انه تناوله ذاته قد يكون ما خط احمر، لانه في النهايه برضه دي ذاكره ناس وثقافتهم. انت تكلمت عن الصدق والموهبه استاذ عثمان، يعني دائما احنا بنسال الشعراء الفكره ألهمت كيف، هل ورا الموضوع قصة؟ خلينا أسألك عن الحالة الشعورية اللي بتكون فيها أنت بتلحن مثلا، إحنا خاشين هسه على المصير لحسين بازرعة بهذا الجمال وبهذا العنوان المتوهج زين له باع طويل في مشوارنا مع بعض، وقدم يعني أغنيات أنا بفتكر جديدة في طريقة في أسلوبه وجديدة في حتى وقع على المستمع. يعني مسكت من الوكر المهجور، قبل السكرة، ولا تسني، عنده أشياء يعني، وجاءت عمل حاجات جميلة. الظن الطيبة ما بتزع كثير، ما بسمع جميل دي، فأنا مفتكر دي حد يعني
دي قصيدة يعني اتعملت في 56 في عهد استغلال السودان. أنا أفتكر حسين ساهم وبعدين مش حسين براوي يعني، أنا أفتكر في عدد كبير من الشعراء، عوض أحمد خليفة، سير دوليب، محمد يوسف موسى، وما أنسى إطلاقا كل الأعمال الفنية اللي أنا ما يعني تحدثت عن هذه الأغنيات اللي في الفترة اللي بداية البرنامج وكذا، عندنا أسماء شاركوا معنا مشاركة فعلية، ناس عبد الله عربي، ناس محمدية، ناس في عندك موسى وحد إبراهيم، في لغاية إبراهيم عبد الوهاب، في يعني واللي يعني ما أقدر أنا ما عارف يعني أحدد لك أسماء. لما تجي تطلع يعني لحن يعني الحالة الشعورية أنت بعد ما تخلص تجيب أخوانا دي ذاتهم لأنه دي موهبة إنك تضع تصور للحن يوافق زوج المتلقي ويحس إنه هزته مع الكلام أضاف للكلام، والكلام ده بيشبه اللحن ده يعني القدرة دي بتكون مع جدا مشجون ولا بتكون أجيب لك عندي بعد ما أنا ذكرت كمان دور عبد اللطيف خضر كان يعني من الأصدقاء اللي ساهموا معانا كل الأغنيات اللي إحنا قدمناها دي كانوا كل أول العازفين بيجي يحضر الهرمات وزول الوحيد اللي أنت غنت له يعني لحن ما من الحركة غنت له أيوة بتاع التسابيح فلذلك أنا بفتكر بيل يعني قدموا يعني أعمال كثيرة جدا وقدموا مساهمات وأخذناها نحن يعني بأساتذة يعني واحد يقول لك والله اللازمة دي لو عملتها كده تكون أجمل مؤكد ده عمل إضافة يعني انت بتجي شايل اللحن منه ده خدته وقعدته في تستشير الناس والاستشاره دي مهمه جدا على فكره كل الموسيقيين العالميين بيستشيروا الفنانين الكبار في مصر عبد الوهاب بيستشير الفرقه بتاعته ما عمل حاجه جاهزه وقال بتاعنا انا يكلمني صاحب عبد المصطفى يقول لي عبد الوهاب ده كل اعماله دي نحن نقعد معاهم طبعا طاير صاحي احيانا نقعد عشان نعمل بروفات في اي عمل من الاعمال الفنيه فلذلك انا بفتكر نجي لحكاية أنت تسأل عن الشعر حالتك الشعورية اللي بتكون فيها أنت تطبع على الحال في الألحان وكذا يعني في لحظات سعيدة أنا ما أنسى إطلاقا صديق لي رحمه الله الأخ سلامة صالح أنا أشيل النص الشعري وأجوه في الدكان وأركب معاه لما كنا بنركب الهلمة جاب هلمة جديدة والزمن ذاك نركب البصات والبتاع في الدكان بتاعه رحنا جنب قصر الشعب وقاعدين انا وهو انا قاعد ورا وبتاع وخدت الوكر المهجور قدامي وانا بلحن فيها انا خلصت الاغنيه دي في ثلاث اربع جلسات في حتتنا دي ذاتها نفس المكان في نفس المكان جنب القصر الاصلي بتاعت كانت لنا ايام المصير كان فيه لا انا المصير. المصير لا انا بحكي لك عن اغاني حسين مزرعة يعني مجموعه اغاني حسين مزرعة يعني من ضمنها زي الوكر ما قلت لك عندها قصه في انا كنت قاعد وين وعملتها وين ودايما الناس بيسالوك دي عملتها كيف وبتاع فدي من الذكريات اللي ما انساها اطلاقا المصير يمكن اقول لك وده اللي حصل خلصت وكنا انا وبعدين معانا اخواننا رابي حسن وما بكر المحامي وما عرف ثاني معانا منه وجا خميس مقدم البعزي في الرق هنا قعدنا ببيته ومسكت اللحن ده وقعدت بعد الفيلم سمعتهم في المزيكا وعملوها خلصت من في الجلسه دي لان اصلا هي كانت جاهزه ما في ثلاث اربع انزلنا في الاذاعه طوال قدمناها في الاذاعه فلذلك في ذكريات جميله يعني الواحد ما ينساها وما ينسى الاخوه اللي ساهموا وقدموا وصار تفكيرهم والله الفنانين يعني في اشياء جميله يعني وكل لحظه بتمر علي انت في خاطري خاطر اللي بعيشه انت في فني اللي بعيشه للمدى للابديه تجي بعد ذاك فيها تغيير ذاته قدر ما حاولت اصالحك قدر ما حاولت اخاصمك اخاصمك وانسى احزاني واسايا واكتب الغيره في قلبي وطب الغيرة في قلبي وإيه كده وطب جرحي في الحناية ألقى أثرك في حواسي وظلك بعد خطايا وإلقى كل الدنيا حولي فهاتي بإسم في حياتي قبلك يعني نسمع أحسن بعدين طيب شو المصير
دكتور الفاتح ذي المصير بقى مصير شعري ومصير لحني مظبوط ما في كلام. انا ونحن سمعنا فراش الحائر وبعديني وبحبك وجينا المصير لنتكلم عن قدرة الأستاذ عثمان حسين في التنوع في الألحان نفسه، يعني بتحس انه بكرر في نفسه اذا كان على مستوى الايقاع يعني بتحس بالنفس صح انه ده عمل لعثمان حسين، لكن ما بتحس انه في تكرار اذا كان في قدرته على اختيار الايقاع المناسب او في اختيار الجمل الموسيقيه ذات اللي بتناسب كل نص. يعني انا اشوف انا قبل ما اشتغل الشغل ده يعني كنت امشي لعثمان في البيت باستمرار وبطلع منه بروح السوق بشتري شرايط لعثمان حسين وبجنب بسمع، يعني انا سمعته كثير جدا جدا. وبرضه يمكن يكون في بعض الزملاء زي الدكتور محمد سيف اللي جيت برضه عنده بعض التدوينات وما اشكره على المساهمه بتاعته. فانا كنت باستمرار ما افكر في اللحن اكثر ما انا افكر في الكلام. نعم لما جيت للالحان انت هسه قلت الجمله يعني بتلقى ما هو لانه المؤلف واحد صحيح، يعني لابد ان تلقى انت في حاجه من هنا بتشبه حاجه من هنا. ده الاستايل دي المدرسه، يعني زي مثلا محمد الامين عنده مدرسته وباقي الفنانين كلهم عنده مدرسته ووردي عنده مدرسته، عثمان حسين عنده المدرسه حقته في التعامل مع الخماسي وفي شكل وضع اللزمه، يعني في كل لحظه تا 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 ترا دي مثلا ما تلقاها في اغنيه ثانيه اللزمات زي دي. ف ويمكن برضه استاذ عثمان نبهني لحاجه مهمه جدا اللي هو الشكل الورش، انا بقول ورش اللي كان بيتعامل عشان بيتنفذ الشغل. ما لحن الشغل بالعود، لكن انا متاكد تماما اللحن الاول اللي عمله عثمان ما هو الا كان مجرد الفكره العامه للاغنيه. ويعني برضو الموسيقيين كان عندهم دور كبير جدا جدا في انه كيف الالات دي يوظفوها. ما الجيل بتاع عثمان وما قبله يعني الناس ما تعاملوا بالنوت الموسيقيه اكثر ما هي مثلا بتاعت حس صادق زي ما قلت قبل وشكل الوجدان بتاع الشعب السوداني. ليه؟ لانه لو كان مثلا عثمان حسين في شغل موزع مكتوب نوتة كان بيجيب الموسيقيين بخطوا اليوم يكون العمل مجرد جدا جدا والموسيقيين بيعانوا في النوتة بيقولوا زي الجواب يعني ليه سماعي الناس بيقعدوا يسمعوا لكن اللي بيقعدوا يسمعوا قال فرقة ويجربوا هنا ولا وكذا يجرب دي ويكون في هزار مع بعض وبتاع وبيروح صادقة، يعني هو بتفتكرها ورشة أكثر من هي تكون بروفة جادة يعني. فنتج منها الأعمال دي يعني. فيعني التعامل مع يعني الأستاذ عثمان حسين في ألحانه أنا أفتكر بالنسبة لي كانت تجربة مفيدة جدا جدا. يعني ليه؟ لأنه في فرق بين أنه الواحد يسمع الغنية وفرق بين انه يجيب النوت الموسيقيه ويدونها ويكتبها ويقوم يشوف الاشكال الموسيقيه المكتوبه على الحاجه دي. يعني فاكتشفت انه يعني عثمان حسين يعني كان بيتعامل مع الخماسي بشكل ذكي جدا، انا ما اعرفه كان قاصد او ما قاصد لكن في النهايه بشكل ذكي جدا بالذات في الانتقالات، خاصه انه السلم الخماسي يعني احنا بنتعامل بخمس نغمات كويس. فالذكاء بانه بينتقل من نغمه لنغمه بقفزات وبتاع وبيرجع بدون ما يحسك بانه فات وين أو جا من وين، بمعنى أنه قفزه هو قفزه في النوتة في مسار اللحن أو صياغة اللحن وين رجع وين استقر، لكن بتظل اللحن يعني حتى هو الغنية من تنتهي بتلقاه لسه جواك مدورة طوال يعني. يعني أنا بتذكر أنا البروفات دي يعني مش أنا يمكن أسافرها كل واحد بيكون رايح على البروفة بيكون جواك طوال في اسمه طيب شغال. في المصير وبرضه أستاذ عثمان برضه ممكن يشاركنا يعني هذه القصيدة على مستوى اللحن بدت بهذا التداعي الشجن وقدر ما حاولت بهذا أستاذ عثمان في 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 الجزئية الأخيرة برجع تاني للمولد الأول اللي هي تارارارا لما جاء في حياتي قبلك أنت، هذه الصرخة يعني مدى برضو الذكاء في إنه رجع نعم في حياتي قبلك أنت رجع للمولد وبدت كأنها صرخة يعني. في الجزء الأول بدأ يسرد الحالة الشعورية نفسها، نسمع رأي أستاذ عثمان فيها برضو. بقول لك طبعا أنت عارف أحيانا ما عارف يعني يمكن الواحد ما بتكون عنده القدرة اللي يقدر يوصف لك بالضبط انت، لكن بتكون قدامك نص الشعر دي وانت قاعد براك يعني خدت نص الشعر وبيتلحن بيجيك حالة شعورية انه الكلام ده هنا بيختلف انت ده مثلا ليه ما يكون يعني حسنا في احيانا في اغنيات واقول لك هو مش نقد على قد ما تقول برضو لو الملحن درس الأغنية صحيح فيها جانب يعني فيه فرح يكون فيه فرح فيه جانب في جانب يكون حزن وكذا ده ممكن برضو تديه نفس الأسلوب اللي كتب به الشاعر تلحن نفس الفكرة بتاعت الشاعر تحاول تستشف الكلمات وتدي اللحن الحزن اللي خدته الشاعر في هذه الكوبلية تطلع من حتة يعني مثلا في الحته بتاعت يعني ما عايز اطلع من اغاني كثيره على قدر ما يعني
الحته بتاعت اغفر لي حنين. يعني انا عملت الحته بتاعت اغفر لي حنين. انا كنت راجل جنبي وخالي كده وراجل لما قمت قلت له يا اخي قوم يا حسن نخش الصابون كده الحته دي عشان ما تروح مني. كان عندي الغمد كان زمان ذاك 65 فقلت له يا اخي سجل الحته دي عشان ما تروح. انا عملت الحته بتاعت اغفر لي حنين لان انا بعمل شنو؟ بلحن قطع بعدين بجي اوصلهم مع بعض. عملت الحته بتاعت من انت في حاله استرخاء تمام استرخاء وما نايم ده لما صحيت وزعت صحي لي غدا عندي مكتب بتاع وكذا بتحصل المكتب بتاعك كده فيعني في ذكريات هي فعلا فيها نداء وفي استجداء علي يعني لو ما غفرت تكون مشكله ذات بعد ذاك ما اصلها الايام والله يعني في يعني مثلا في المصير وانا عشان اوضح سؤالي اكثر يعني التصاعد اللي حد ما وصلت لنا بيه ليه لكن انت هدمت املي بالطريقه اللحنيه دي ما بتشبه قدر ما حاولت خاصمه يعني مختلفه تماما يعني تصاعد لحد ما وصل مرحله الصرخه فعلا لكن انت هدمت املي يعني. هدمت املي بعد عشرة بعد عشرة طويله بعد عشرة نبيله نبيله ساميه نعم نعم طيب بقى نخش على السماحه نحن مسامحك يا حبيبي ونشوف برضو القدرة بتاعت جمال اللحن ومناسبته لمسألة التسامح نسمع ونعود ونواصل هذه السهرة مع العبقري الجميل الأستاذ عثمان حسين.
بسامحك يا حبيبي السردولي بقى دخل عليك بعد ده كده. خليني اسال عن نعم عن قدرتك في تعامل مع هذا التنوع من الشعر، مع نفس كل شاعر حتى ذاته في طريق كتابته، ومدى اهميه انه اللحن لازم يشبه نفس الفنان والريتم بتاعه وطريقته وتفعيلته حتى يعني. وناخذ مسامحك يا حبيبي كنموذج يعني. نعم. استيف طبعا يعني عنده مجموعه يمكن ما اقل من 7-8 اغنيات او يمكن اكثر. ومسامحك ده انا بفتكر ما بتذكر التاريخ، لكن الكلام ذاته كان يعني برضو جديد فيها التسامح. وشوف السير رجل يعني متفائل دائما، وحتى في حبه يعني متفائل في الوقت اللي قال يعني عمل ليلتنا ومحبتنا وليالي هنانا ان شاء الله تدوم نتهنى ونتمنى وشنو كده صفاء الحالة ونعيش صفاء او حي عمل ما بصدقكم كله واحده فيها حزن اطلاقا، حتى بتاعت ما بصدقكم ده حبيب الروح ده. فالعمل مسامحك كان في منتهى التسامح، وانا ما اخذت معي زمن لانه يعني حسيت عليه ده لونيه جديده. الناس كله سفر في القطارات، وده قام سافر وده مش عارف ايه، وده قلبي بيبكي وده مش عارف ده بتاعه وحزنه بتاعه. فيعني عايز يخلق للناس لونيه جديده من الاغنيات الخفيفه اللي ممكن يعني تساهم في يعني بدل الناس الحزن والالم بتاع الحب دي وكذا يجي في صوره جديده. فبدا بالاشياء الجميله دي اللي هي بدا بانا واحد طول الليل. انا عملت حاجه اسمها انا خشيت الحقيقه، يعني اتذكر فيلم كده بتاع سيلفانا مانجو او حاجه زي دي في سينما الخرطوم، وكان في نغم كده قريب للحن بتاع انا واحد طول الليل. انا جيت في البيت مسكت الاول فضلت دي، فشوف اقرب واحد لي كان السيد دوليب اللي عمل لي اللحن الكلمات الحزينه اللي الوحيده. انا وحدي طول الليل بشكي حبي وودي انا. يا طوال غير بعدين في الاخر كل الاغاني الثانيه كلها يعني مالي والهوى انا مالي عامل زي كذا زي الحاجه كذا يعني انا مالي يعني في عنده اشياء جميله جميلة فعلا. فلذلك انا بفتكر مسامحك واللي قد تحس بمساحه كبيره والناس ابتدوا لحن حتى يغنوها ده يمكن حيخلينا نسال دكتور الفاتح عن الافق الموسيقي للمؤلف والتفكير الموسيقي اللي بيخليه ممكن بعين بعيد زي مسامحك يا حبيبي تخلق الصدى ده لاجيال الان بتسمع مفتوحه اذان مفتوحه على مختلف انواع الموسيقى، في انه انا محتاج اعمل ايقاع جديد، محتاج ابرز حاجه متفائله وموافقه ده يعني التفكير الموسيقي في التاليف موافقته مع النص الغنائي السوري، لانه الان في محاولات للتجديد لخلق، لكن بتحس انه زي ما قلت انت كبير في النقطه دي في انه الكلام ده براو واللحن يعني فكره جميله وتركيب موسيقي جميل واي شيء ومواكب وفيه فكره جديده، لكن بقى النص ما مناسب تماما يعني. يعني مدى اهميه انه يكون في افق موسيقي للتاليف لاي شخص. نعم هو التاليف هو لا برضه ما بيطلع من انه هو دي قدره او موهبه حقت الله بديها يعني ليله يعني الفنان موهوب هو بيقدر كيف ياخذ من الوجدان بتاع الشعب يعني الافكار الموسيقيه او الالحان ويحاول هو ثاني يطوعها ويرجعها. انا بتذكر في اثناء دراستي في موسكو كنت امشي من اكبر المتاحف يعتبر في العالم اللي هو بتاع الموسيقار جيلينكا، وجيلينكا ده هو مؤسس اوركسترا السيمفوني الروسي يعني وراجل مؤلف كبير جدا جدا، فهو عنده حكمه كبيره جدا جدا مكتوبه في الباب وانت خاش على المتحف، بيقول انه الموسيقى يصنعها الشعب او يعني يخلقها الشعب المواطن العادي، وما علينا نحن يعني هم كموسيقيين الا ان نهذبها. يعني انا كلامي ده عايز اقول عثمان حسين والاجيال دي هم لما ظهروا بالتاكيد هم اخذوا من اللي ورام، يعني هم ما جابوا يعني بيقولوا مدرسه جديده، انما المدرسه الجديده كانت استندت على مدرسه الحقيبه ومدرسه الغنى بتاعت الطنابره الزمان واظهرت الحانهم هم يعني المساله ساعدتهم في انه في الات موسيقيه عكس الحقيبه اللي هو كان تعتمد على الكورس. يبقى هنا وجود اله موسيقيه معناتها محتاج برضه من المؤلف لافق واسع، لانه ما حقيبه انا بقول الكوبليه والكورس وراي بيقول نفس الحاجه، لا هنا انا بقول كوبليه لكن في اله موسيقيه حتقول الكوبليه لكن بشكل مختلف
يعني هو طبعا بداية ظهور الآلات الموسيقية في الثلاثينات يعني استخدمت في محل الكورس، يعني الفنان بيقوم بغني الآلات دي بتقول نفس الكلام اللي بيقوله الفنان. شوي شوي حصلت النقلة بداية من إبراهيم الكاشف وظهرت المقدمات الموسيقية واللزمات الموسيقية والشكل بيختلف. يبقى هنا العيب على المؤلف بيه كبير، ليه؟ لأنه هو بيألف اللحن وبيتعامل مع الشعر وبيتعامل مع آلات موسيقية وبيقدم رؤية وبالفطرة تميزه بالفطرة. نعم أستاذ عثمان، يعني نواصف في النقطة التي كنت أتحدث فيها مع الدكتور الفاتح، يعني التأليف الموسيقي كرؤية أيضا، وهو تكلم عن إنه الموسيقى تصنع الشعوب، أصوات الطبيعية الموجودة تلتقط صوت تحس إنه مميز ممكن يستفاد منه كإيقاع، فكرة ونسة شخص ما قد يكون ذويق عادي يعطيك أفكار كبيرة جدا. إلى أي مدى المسألة دي كانت مهمة وإنت بتضع في ألحانك؟ لأنه في النهاية كل الناس وحتى الآن كل سوداني يطرب لعثمان حسين، وهذا يعني إنه عثمان حسين مثله من خلال الجمل الموسيقية ومن التأليف أو هبشه، يعني أو هبشه جدانه أنتو المكون من في بلد متعدد الأعراق والثقافات وحتى البيئات. يعني الله يخليك يا أخي. الحقيقة تعرف أنا بفتكر الشعب السوداني عنده حضارة عظيمة جدا وعنده قطر وترامي الأطراف، لكن يحتوي على ثقافة موسيقية ما سهل إطلاقا، بس عايز شنو؟ عايز إمكانيات ضخمة، وعايز المثقفين الإخوة الموسيقيين فاتح وعدد كبير منهم. أنا قبل كنت أتكلم معه في العربية، قلت له فاتح يا أخي رحت البطانة دي، في البطانة الناس بيركبوا بيحدوا بالإبل، الواحد بيركب من البطانة لغاية كسلة ولغاية وين يركب وهو بيدوب بصوت جميل جدا جدا، دي بتتكتب مزيكا يمكن يطلع منها سيفوني. في قاعات في الجنوب يدخلوا داع على الداع على الداع على يجيبوا داع على الداع يدرسوا الحياة دي كلها ويطلعوا منها أعمال فنية ضخمة جدا. أنا ده أنا تفكيري كده. لو راحوا الشمال، الشمال في إيقاعات كمان جميلة جدا، إيقاعات العشاقية دي، في إيقاعات في شرق السودان، في يعني في أشياء كده ممكن كلها ممكن تكون ثروة ما سهلة أبدا. أتمنى إنه يعني الموسيقيين الكبار والأساتذة يهتموا بالنقطة دي ويحاولوا تكون عندنا حصيلة محترمة. أنت في ألحانك التقطت مجموعة أصوات زي دي طلعت منها أشياء؟ أنا مش يعني ما أنا ما شلت حاجة أكثر من إنه تأثرت بموسيقى يعني يمكن فيها العربية والأفريقية والغربية وكده، والسماعيل الأغاني وسماعيل الموسيقى الكلاسيكية وكده، ده أثر في حياتي جدا وأثر في كل إنتاجي قدمته. يعني مثلا خد يعني في محراب النيل، مثلا محراب النيل دي يعني انا بفتكر يعني لو تعملت الموسيقى بتاعتها تطلع سيمفونيك. صحيح فيها ملوديه جميله جدا، يعني يجي كورال على يعني يعمل فيها طلاطم وامواج وصوره في حاجات يعني ممكن الاعمال دي عايزه ناس بس يفرغوا لها ويقدموها بالسهولة. والله حقه بالمناسبة دي الواحد يكون عراب لفكرة دكتور الفاتح يفكر فيها برضو. أنا بفتكر أنه واحدة من الأعمال اللي بالفعل فيها مقدرة على التوزيع والجمال وممكن تكون سمفوني فعلا. أنا عايز أقول لك كلام هو مشروع كبير جدا جدا بيني وبين الأستاذ إن شاء الله. خلينا ونحن جايين على ناس لالا، يعني هو مقدرة ارتباط الفنان بشعبه بأذنه. أستاذ عثمان عنده ألحان جميلة جدا وعنده قدرات موسيقية فائدة ممكن يبرز بها عضلاته وظهرت كجمال في يمكن في نماذج، لكن ناس لا لاحظ اللحن قدر يكون بسيط بحسب التعبير ده وبساطه، وبالتالي مدى قدرة المتلقى على انه يتحمله بهذا الشكل. يعني وانت قمت الان بتوزيعها، يعني ناس لا حاجة واحدة صرفية يقع السير او يقع العرض، ده يقع محبوب لكل شعب السودان شمالا جنوبا شرقا غربا. نعم يمكن يختلف في طريقة الضرب حتى شعيرها بسيط فعل بيشبه، لكن الكلمة كانت بسيطة كويس، وكلمة فوق نوع انا افتكر من الغزل ناس لا يعني فاهم كويس، إضافة لأنه اللحن ذاته يعني بتحسبه هو أنا بفتكر يعني ممكن نصنفه في مجال الموسيقى بلحن A و B
يعني بتجي المزيكا تتيرة تتيرة تتتا وبيجي الغناء مرات بيشبه المزيكا. نجي الكوبلة الثانية بتلقى الغناء وما بيشبه المزيكا, فات الحيط الثانية تاني يرجع للمزيكا. وده يمكن يكون في حال معظم الغناء السوداني في فترة من الفترات, أنه يعني A و B يعني كوبلهين بيختلفوا وتاني بيقوم بيرجع يكرر A وكده يعني. فبرضه انا يعني انا نفس الكلام اللي بقوله باكد كلام اللي قلته قبلك, انه ايقاع السيره اصلا هو ايقاع موجود. لما استاذ عثمان حسين خدت عليه اللحن ده اي زول سمعه واصبح له مألوف جدا جدا. يبقى الايقاعات والحياه دي كلها اصلا هي ناتجه من ناتجه من 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 من, من زي ما قلت من القبائل, من الثقافات المتعدده. اللي انا متاكد ان اغنيه ناس لا لا ممكن اي سوداني يسمعها ويرقص عليها حتى لو ما بيعرف اللغه العربيه, لكن ممكن برضه يرقص عليها لانه ايقاع السيره بيجر يعني. أستاذ عثمان بمناسبة ناس لالا, يعني عثمان حسين غدنا نقول دون جوان عصره قدم موسيقى الرومانسية الشجن ما كان محتاج لشيء, لكن برضو آسر إنه طالما ده نمط بحب الشعب السوداني إنه يقدم حتى يقول لهم والله أنا هنا موجود أيضا في ناس لالا بإيقاع الخفيف يعني. ودي ظهرت موجة كان الأغنيات الخفيفة ذات الكلمات البسيطة والجرس الموسيقي البسيط أيضا. نعم هو تعرف الأخ الله يرحمه عبد الله عبد الحي كان طبعا ضابط وكاتب هذه الاغنيه, ضابط عظيم في الجيش المصري وكان في السودان. وانا كنت بتسلم العود, انا الحقيقه يعني كنت بحب العود يعني كنت بعزف يعني اشياء كثيره كده واحتفظ بها في ذهني وكده. ففي ايقاع قديم لكن هو ما بالصوره دي او يمكن قريب له, تسمع بحاجه اسمه الدلفكي زمان يخط العصي ويخبطها كده ويطلع منها نغم. والدرفكي ده كان يعني من ال انا ما بقى الحكايه دي طبعا بدري انا يعني سمعت بها اخيرا, لكن كان في حاجه اسمها سيده الساقيه والساويه بالحيطه او حاجه زي دي نسيت شنو كده مش عارف. انا النغم ده يعني عجبني فضلتها يعني أعزف فيه بالعود. فيعني عبد المنعم عبد المنعم يجي نتولى أنه عمل لي أبراج الخريف وعمل لي ثاني شمية أربي أبراج الخريف بحاجة اسمها ندام الراح. سمعتها؟ تقريبا ندام الراح عمل أولاد دح ما ما مزيعة ما 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 مزيعة ما شهيرة ما طلعت حتى لا سجلتها أنا في القاهرة. فجاني قلت لي يا اخي عندي نغم من عبد المنعم نغم جميل جدا فعايز اسمعك ممكن تعمل لي كلمات عليه؟ قال لي جدا. قعد وقعدنا في بيتنا في السجاده كان عطين بس قبل ما ارحل من البيت. فمسك لي ورقه وقال له فيدي الشخط كلها شبكه لامات الف وانا ماسك العود وبعزف الناس لالا هاي لامات الف. قلت له يا اخي دي احسن لي اركبهم كيف يا عبد المنعم؟ قال لي يا اخي سهله جدا كده انت مع نغمك ده. فضلت اشيل دي واقول لا 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 في حاله مش عارف ايه بتاع. بعد شويه لقيت نفسي انا ماشي في النغم مظبوط. قال لي طيب انا حامشي البيت واجيب في المسا بيجي جاهزه. انا خطيت المطلع بتاع ابو عمرو البيده وخشيت وقعدت شويه كده فتحتها وجيت ثاني مسكت العود عملت المطلع الاولاني. يعني اصلاله يا اصلاله اصلاله خلوا اللالا واللالا في حاله وخلوا الماخطر زول على باله ومكرم الدنيا جاياله جاياله. وبعدين جاني وجاب لي باقي الكلمات وكان هذا اللحظة اللي طلع لي.
طيب نحن ممكن استمتعنا بنقول غيض من فيض لأعمالك الجميلة اللي قام بتوزيع الموسيقارنا الدكتور الفاتح حسين. يعني شعورك شنو الآن في شاب شاب دي كويسة معك دكتور اهتم بهذه الأعمال؟ في أنامل نعمة الآن في الفرقة الموسيقية نساء بيعزفن وأجيال جديدة بتستمتع بهذه الأعمال وبتضيف لها، ممكن تقول عن التجربة شنو أساس؟ أنا أعتبر التجربة ناجحة جدا، وأنا حضرت معهم مرتين والتسجيل كان في الاستوديو، رغم أنه كنت متوحك شوية لكن قدرت أتحامل على نفسي وحضرت التسجيل، فكانت يعني في فكرة جديدة. وبعدين أنا قصدي في ما في عندنا الزملاء سبقونا في المزيكا دي، يعني في عدد كبير منهم، في بشير عباس، في عبد اللطيف خضر، في برعم هذا فعلا، في عدد كبير من الموسيقيين عملوا مقطوعات وكذا، لكن كنت عايز أقرب الناس لسماع المقطوعات ويهتموا بها، لأنه الأغنيات بقت مسموعة والناس عرفوها. فقلت برضو أنا أخش مع زملائي ديل في العملية بتاعت المقطوعات الموسيقية، لكن تكون من الأغنيات في الأول، بعدين الواحد يبتدي يعمل تأليف جديد لمزيكا جاي من نفسها. مبسوط انت من الاولاد اللي نفذوا الشغل والبنات كناس حديثين يعرفوا يعني؟ لا خالص لانه في جدل الان، يعني فكره الاجيال دي الان فيها مشاكل كبيره جدا، يعني دائما التصنيع يعني ودي شهاده بتكون كبيره جدا، سعدت جدا يعني وبذلوا مجهود صحيح، يعني الزمن رغم عن انه الزمن كان، لكن رغم كده كانت يعني الفكره ناجحه. نعم دكتور الفاتح، برضو انت ناس من المهتمين ايضا ببث التجديد وروح التجديد وتقديم موسيقانا حتى القديمه للاجيال الجديده بالشكل اللي بيناسب سمعه، ما كيف تقيم التجربه؟ وما بتفتكرين انه ده مدعاه لانه مثل هذه الاعمال تتحول الى مناهج تدرس وتعرض بها الموسيقيين والشباب الجدد؟ يعني انت بادي في هذا الاتجاه؟ والله شوف طبعا هو اتجاه احنا بديناه ممكن من سنين طويله جدا، اتجاه الموسيقى البحته، يعني يمكن من التاسيس بتاع فرقه السمندل، يعني كان اتجاهنا بانه احنا ليه ما يكون في موسيقى بحته. وفعلا يعني نعم نقول لكم اول ايام او اول شهور لقينا يعني اعتراض كثيره، لكن قدرنا نثبت فكره السمندل. تناول اعمال الاستاذ عثمان حسين حقيقه يعني وقدامه انا تفاجات حقيقه. ليه؟ لانه تناولت له كان عمل بتاع الاغنيه بتاع الشجن وبدون ما استاذن منه حقيقه قدامه هو، ولانه كان عجباني المزيكا بتاعته وعملته وتقدم برضه فقره النيل الازرق وهو شاهدها وشافها، وبعد ذلك حسيت بانه يعني هو طلب انه انا اعمل باقي الشغل. انا حقيقه افتخرت بالحاجه جدا جدا لرجل هرم بمقاطعه اسمه حسين انه يطلب مني فانه انا اشتغل الشغل ده، وعشان كده كنت حريص بانه انا لازم الشغل ده ينجح وينجح زي ما ذكرت قبلك. يعني ما في التعالي الاكاديمي اقدر اقول اكثر من هو بفطرته كده، الواحد برضه يحطه في شكل جديد في قالب جديد يتوافق مع تاريخ الليله مع العصر بتاع الليله بتاع التكنولوجيا ومع الجيل الجديد اللي هو اصبح حسي معظمه بيشاهد القنوات الفضائيه وبينسى الارث بتاع الموسيقي السوداني. يعني دي واحده من الحاجات دلنا نخلي بها جيلنا الجديد ينجذب لحاجاتنا ومنها ذاته يرجع لورا ويفهم انه برضه كان في مستردين وفنانين عندهم الحان وما ادري شكلها كده وكده وكده، لانه يعني انا بقيت اخاف على الحقيبه انها تندثر. يعني الفضائيات اثرت تاثير كبير جدا في الثقافه حقتنا هنا، فيا ريت الناس تستمع للاعمال بتاعت عثمان حسين وغير جيل عثمان حسين. انا فكر في اعمال فنيه كبيره جدا جدا، الحان كانت صادقه زي ما ذكرت قبل، طلعت بالموهبه والفطره وشكلت الوجدان الغناء الموسيقي زي ما ذكرتها، واصبحت هي جزء لا يتجزا من تراث السودان، يعني ثروه قوميه حقتنا. يعني انت انبريت لهذا الامر، نتمنى انك ما تحبط او رياح الاحباط وتواصل ان شاء الله في التفسير يعني ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك كثير دكتور الفاتح حسين، والتحيه لكل الانامل الجميله في اعضاء فرقتك اللي يعني اعادت الجمال لاعمال الاستاذ عثمان حسين. شكرا الفنان الجميل العبقري الانيق العزم استاذنا عثمان حسين. لقناه النيل الازرق، والواحد يعني يسعد جدا انه يعني يلقى فرصه ويلقى مساحه عشان على الاقل يوصل للناس حاجات شويه. الواحد بالتكنس ما دام هو يعني متحرك لازم يوصل للناس اعماله الفنيه عشان الناس يعرفوا على الاقل يوم اللي في حاجه. نعم. يعني جديده في الموسيقى، بنيات حديث، حس الواحد عنده اعمال جاهزه بتاعت الحان. نعم. مفتش على اصوات ما لاقي ان شاء الله يا رب تلقى. شكرا لك كثير. وعزيزي المشاهد، نحن وانتم ايضا كنا كرحال الفراش الحائر
محلقين من حديقة جمال إلى أخرى، مقتطفين فوح هذه الأعمال الموسيقية العذبة التي ظلت دائما في الذاكرة وفي الوجدان. أتمنى أنكم تكونوا استمتعتم معنا، وإلى اللقاء.